بين هذه البنية الفال والحنة في اليدين الخطبة والسهرة عائلية شنها الدار ومصروفها بالملايين ذهب وجوه ورود حواس حلية داروا شحور في القاطو جابنين هذه الحالة وما راهيش عادية جابوا الطالب ومعاه متفاهمين ويما وبابا خايفين عليا هذه كاميرا مخفية هكذا التلفزيون يا وليدي وي أنس وي كذا واش وين راك؟ لا لا طولت أنس على بالك إيه بصح أنا سي با مون بروبليم أنس على بالك صحة فطوركم كيما سمعتوا العريس تاع حلقة اليوم هو لو بودكاستور أنس تينا أنس ما قدرش يجيب والديه على خاطر شراهم في العمرة إما لاغتنمنا الفرصة وجبنا زوج صحابه باش يوقفوا معاه في الخطبة ديالو بصح واحد فيهم ندم على النهار اللي عارفك فيه يا أنس ما نطولش عليكم الحلقة تاع اليوم فيها سيسبانس أبغى بلي باطة حلوة بس في فش ونسيتها قاعد حتى لو كنت فكر لها أنا أقدم عليك أقول لك صح شو كنت أنا أطلع بريشة وأنا راني أضل هذه الأيام ما تخدم شغل راني معاه رمضان والله يعرف تحكم شوية ثم ما قعدت كار من تخدم أنا نخدم تاع تلفزيون هذا كيف تاع تلفزيون ما فهمت ما تاع رمضان وش هيجوز في رمضان ولا من عشرة متر الله ما ورط في العلاقة الله يبارك ما جبوش لي فيديو هادوك تاع الضحك ما نورم على كل واحد كيف عشان على كل واحد كان لي عجبوك يعني ماش وفيها شوية رحمات فيها شوية بس الحمد لله شوية ولا الحمد لله أي والله لحقنا للمفيد مادام فيها شوية درهمات نبدأ نهضروا على شروط خير دارك بريب باش تدي الطفلة هذه إن شاء الله أنا تعس عرفت لك أنا جيت أنا معي شوية دخان كيفاش إن شاء الله إن شاء الله شوية بخير باش ان شاء الله انا جو سوي بري جو سوي با بري كيما قال بابا الله سوي بري تقدير على تقدير اكزاكتومون جو سوي بري انا شنو قالها نلحقوا الحاجه الاولى تفاهمت مع بنتي وقلنا عندك يوم بارير حتى ل 40 مليون تحت 40 مليون فهمتني وعندك جهازها في 30 مليون وهي سيلفوديل 30 زائد 40 يساوي 70 مشي من عوايدك دير هاد السومه لبنتك ولا كي جا انستينا تاوعنا اسكو سي لوجيك ولا لا انا سي بوط فوا هذا هو اللي حتى تدي الطفله على بالك بلي كاين لا لا بيان على بالك وانا بالو بس رانا ما ديمونديناش حاجه فريمون كبيره انا بالي اشغل ماشي حاجه
واجد ماشي واجد. فهمت. زيد زيد مد الشروط زيد تقلقت. تفضل سي فضل ما تقلقش. قلنا الفوال هذا هو البارير والجهاز اللي نهضر عليه وبما يخص العرس. العرس نديرو هنايا في الشابيطو. عرس تاعكم؟ عرس تاعك وتاعها وكيف العرس تاعنا؟ تاع جهتنا؟ لا تاع جهتكم ما كنتوش. لا لا نديرو كيف كيف. لا ماشي قالت نديرو كيف كيف. لا ماشي عرس واحد ديرو لي دو فامي ديرو عرس واحد. اكزاكت. ان شاء الله. نكمل بابا. العرس نديرو ان زيني وباك سواغي. ما نديروش حنا العشية. شو هاد العفاس جاب لها البيطار ماشي الهضرة تاعهم قاعد شغل من الاول لا ناخو. اي واش واش هيا لا دقيقة سمحوا لنا. هيا بابا ماما. لا تاع الزوج ولا صاحبي. نعم. سيبوكي. نو 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 بابا ماما هيا سيبوكي بابا ماما. اي والله هذه هي اللي كنت نحوس عليها. 70 مليون زائد شابيطو زائد لو ديني راك دور في واحد 300 مليون. لازم لك واحد 7 سنين خدمه يا انس. هكذا نشوفوا صحابك تاع الصح الى يوقفوا معك ولا لا. فوالا يا سي طارق هكذا راك اون فاس لا كاميرا باش نشوفوك مليح. هذا هو صاحبو اللي قلت لكم عليه ندم على النهار تاع اليوم. بربي ان شاء الله تشوف ان شاء الله. هاري جول هاري جول كيما تختاري فات بصحتك. احنا عيب واحد يدخل عندنا ما يشرب والو حمرت عيب صافي ما حبش يشرب ماشي اوبليجي ماما. ماشي اوبليجي انت هو نشرب نشرب ياف لازم نشرب كنزه كيفاه بصحتك سيبو انس. طارق خاف يشرب جو ما تخافش حنا سبيسياليتي تاعنا البقلاوه. المهم نعاودو نولو للشروط خير. لا ليست لك حتى عرضهم تاع فاميلتك تعطيني كاع شكون حيجي بتصاورهم. انا نخير شكون يجي شكون ما يجيش. سبحان الله ياك ماشي مش والكوختاج بالكاليش باش كاليش تلوب. لا لا تاع الحمار باش كاليش وشنو هادئة. صافا سي فضل في المانيا لاباس. انا نهضر على الشروط خويا معليش نكملو من بعد تكهضرلو على المانيا. واذاك حاب تروح يديك معاه يا با بروبليم. معاه المانيا ونخلي ولادي. لا لا يديكم كاع. امال علاش راك انتريسي للالمان جيت عاد تسقسيني. لا لاباس يعني الظروف هي كاينه حاجه في الانسان. نعم دوك حنا نحكو على الشروط وانت تدخل. تسمى ما فهمتش انت راك تكوبينا في الهضره ولا راك كونتر صاحبك. والله ما فهمتك. والله ماني كونتر. هي الطفله يهضر في الشروط وانت تدخل واش السيفون ولا لاباس في الالمان. اسمح لي ما عندهاش زعما ما عندهاش علاقه ما جاتش في بلاصتها. دوك انا نفهمك يا سي الفضيل هذا يسموه الخوف مخلط بالسخانه. سي نورمال قلت لكم راح يندم على النهار اللي عارفك فيه يا انس. والله سيريو من هاد اللحظه ما لا يعني لا خليه يهضر ولا جيت نهضر انا نطلب الاذن. فوالا سينو باسكو كاع بابا يطلبوا الاذن منه. الله يبارك. اكتب كي
واش بخير؟ انا شي بكي انا مات بابا ما نبكيش نبكي دوك انا الله يرحمه انا كي شتك داق فيك النفس ولا لا بالك فرحان دابا فرحت حاجه تفكرت حاجه خير ان شاء الله تفكرت ولادي خرج 14 تاع بالي راح لها تفضلوا تفضلوا باش ما قطعتمش هضره اي ماما انس هذه شفا عليها مليحه هيا ماما ماما كيف الطفله بزاف معليش يعني سونسيال انا مربي على هذا الشيء والله شفي الله شفي ديزولي فودير انا مربي على هذا الشيء خويا سي فودير سمح لي بالسبزه انت راك تشوف لي هي تهضر وانا ساكت انا مربي على هذا الشيء باسكو انا انسان مدلل بزاف ماشي واحد يزوق بروحه الحمد لله ربي رزقنا برزق مليح كبير الله يبارك وانا كلش هي الله يبارك تما هذا كاع كلش الله يفرحك بها نروحو في المفيد وانا كي قصدت نكتب عليك انا قصدت ما كاينش التربيه والاخلاق تاعها الله يبارك وتنقصتك ودرك حنا يا حبيبي هذا الرزق اللي تشوف فيه قايتك انا زعما هذوك بارير وهذوك صوالح هذوك انا ما يهمونيش انا نقدر نعاونك بدراهم انت شي مشكل بدراهم باش تقوم روحك ودير العرس مليح وتشرفني قدام رجال اعمال صحابي بصح كاينه حاجه بك نديروها ندير لك ان كريدي بونكير لا حول ولا قوه الا بالله فهمتني ان كريدي بونكير تخرج فيه قيس مليار ندير ولا 800 ولا دير حسابك سوا سوا بصح الكريدي بونكير ما نكتبوش عليك انت اه تشوف انت على من نكتبو كيما على صاحبك هذا يعني ماشي مشكل ماشي مشكل انا فهمت نديرو انا اسمع ما كاينش مشكل طاولي غير صحابي كاع رجع ما تقلقش شوف الطفلة بانوا لي فاميليا شغل تعدين بانوا لي فاميليا مدينين ما شاء الله قلت انا ندخل على ربي وخلاص كيفاش كيفاش عاود عاود والله ما سمعت تعدين بانوا لي فاميليا مدينين ما شاء الله قلت انا ندخل على ربي وخلاص اسمح لي انس نسيت بلي كاميرا كاشي دقيقه دقيقه اتبع شويه هو صافي انا قصدت يا فاميليا وي مليحه عجبتني دار كريدي عاونك واش راه وين راه علاش شغل عنده مسكين سخانه برك ديقه خايف نفش الهواء يعني يطلع من عند بابا كي شوف شي شنو شويه هو ولا واش وي صافي عجبتنا الدار على كل حال كنا نقصوا لهم قبيله على الدار شابه الله يبارك شوف بك هذه قسم بالله ماني ساكن فيها والله راني غالقها بسم الله انا راني هنا ما نقولكش واحد كان انا قلت لك حاجه ولا شويه ماني قلت لك شويه شويه لا قلت كان حاجة راني هنا نكتب المكتوب راح ندير الدراعيين ان شاء الله مش المكتوب واش الشيخ خرجت الحق زيد واحد ديميني تفهم ان شاء الله احنا نروحوا ياخ نو هما يروحوا انت تقعد نقعد انا راك في الدخلة على بالهم هذه هي اللي كنا نحوسوا عليها ابارامون سخانة بدات تطلع حتى خرج يشم الهواء وكان حاب يهرب لو كان مش يحشم منك يا انس معليش باش نزيدو نطلعو له لاطونسيون راح نعيطو للامام باش يجي يفتح علاش ما قلت لهم بلي عقدنا قلت لهم بلي عقدنا ايوا اه لازم انت خلينا نخرجوا راح نهضر معك بالهضره ما تنساهاش في حياتك واش من الهضره ما خرجش نهضر معك فهمت بصح راك تهضر مع راجلي سلام عليكم سلام طارق قال لك عن بالي راني النوم تخافش هذه غير كاميرا كاشي اصلا ما كاين شي كل شيء سيركي لا سونتا كان واقيلا اه لا فوار لا فوار ما يكونش حنا باس وحنا ما تخلصش معنا شيخ تصبر ودي ما راهي نصح لي اه تشام انا انا اللي نتو ان شاء الله اسمح لي شيخ بس سير حضرت ديجا الفاتحه انت من قبل درت الفاتحه اخ حضر ديجا الفاتحه ولا جامي انت بعد جامي حضرت الفاتحه ما حضرتش فاتحة كمل تفضل صح علاش انت راك تهضر معاها هكا واش وشنو هو الامر اللي
ما فهمتش واش ماكش فاهم. انا كتبت الاخ ما تحوس لا اسمه ولا والو. ما انا خليته يهضر حتى باش يحوس على اسمه وعلى كمل الاخ تاعك. قلقني واش ما فهمتش. انا حنا نهضر معاه ويعطيني الاسم الكامل وهذا يعطيني الاسم الكامل. ماشي هكذا يا اخي يا اخي يا اخي معليش نتكلم. معليش نتكلم. انت واش قادر تخزر فينا على بالك نسى دوكا قادر تتكلم. انا غير راني نحملو غير على جال العريس على بالك اللي جا حملتو غير نقدر نصارخ سيفو ديال القتله راك طولت. طارق راهو غير يحوس على السبه باش يهرب. جه الامام في الطريق بصح ما تخافش ما ناش تلقينك. لازم نفشخو الحاج لازم يكون شاهد معاك. كيف تكل على ربي صح ما يفوت. اسمح لي والله اسمح لي والله غير لافو ديجا لافو قلق لي بنتي سي بون ديجا انا ندمت كي جبتو كاع خلاص قلق لي بنتي سي بون خلاص اسمح لي كنت اسمح لي خلاص جبتني انا كوما تيش عندك مشكل في هذا الزواج عندك مشكل كل الامور راهي ماشيه العقد راهو ماشي ولا هذاك الانسان راهو قادر ماشي احترام للمجلس هذا. انت ما احترمتنيش تقولي احترام للمجلس زعما راك عاود عاود وليتي تقولي احترام. انت ما احترمتنيش اصلا واش راح دير واش راح تعاونتني. انا نعرف الحاج فضيل ناس مولا خير وناس ملاح ونعرف الهضره يا شي تكلمي وانا واحد من الناس راه معاوني وداير فيا هذه اللحظه راني متادب انا نهضر معك باسلوب ما تهضرش بصباعك كون جيت متادب ما تهضرش بصباعك هضر هضر معك باسلوب مهذب واش راح تهضر تعرف الفاتحه كيفاش ما نعرفش الفاتحه. انت شفت امام يعرف فتحة. انت انسان جاهل انسان جاهل روح تهضر قبل انسان جاهل جيبو بابا جيبو تفضل معليش طارق معليش طارق يا طارق في يا طارق فسر لي الخطبة تاعي يا طارق فسر لي الخطبة تاعي قول لهم ديروا الفاتحة خلي ربيكم شاهد معانا الحلقة تاع اليوم قلت لكم سبيسيال لأول مرة في الكاميرا كاشي عريس وعروسة الضحية يهرب لنا وين ما صبناش خرجت لكاميرا ديالنا باش تحوس عليه وأبارامو عنده لقب العالمي للعدو الريفي. معلوم فيها الصون يا أنس شوفنا صاحبك وراه مازال ما خلصتش الحلقة. هاو العقد تاع حبيبنا هذا هو العقد مجوز هذا ها والله مجوز فهمتني هذا هي واش راك حاسس واش خويا واش راك بابا بيبي لاباس الحمد لله الله يسلمك انا فضلت الناس باش نشوف الكاميرا قادم صاوب بعدا ما كاش راحت بعدا الفوضى هذه اسمع نروحوا للدار باكر لا 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 أبارامون قال لنا في الكوليس باللي كان خايف من السي الفوضيل حتى سماها الباتشينو. عمالي الباتشينو سي الفوضيل كيفاش؟ هذه كاميرا مخفية. المهم دوني ما حسيتش راح يقف في خطبة صحيح في كرنفال في دشرة شي باش شو بالي مو على بالك ما شو بالي مو شو يمي قاع اوف استغفر الله. مي انس نعرفو انا حبيبي نعرفو تري بيان سي با سون ميليو ماشي الميليو تاعو هاد العائلات وهاد الاخر نعرفو تسمى ما نكذبش عليك باك دخلت حبيت نخرج شغل ما كنتش كنت سي فوضيل يا معاك خلعنا الباتشينو خلعنا الله غير خلعنا هربت من الشيخ هذاك جايبها لنا حسبنا اخوات كي جاي يخبز معنا قال لك ما شفتش فيكم عبالي انسان قاعدين. انا شو ملي دخلت حبيت نخرج ما قدرتش بصح ما قدرتش كيفاش ما جيتي جيني حبيت نخرج ملي دخلت وانا حاب نخرج مي الحمد لله والله يعطيكم الصحه ما صحه طولكم صحه رمضانكم على بروشان ان شاء الله وكل عام نتوما بخير. وشروق تي في بيان سور شروق تي في اللي نشوفوها بزاف ونتمنوا لها كل النجاح ان شاء الله. واش نقول لكم رمضان تصوموا بصحه ولهنا وصحه فطوركم مع شروق تي في.